الزميلات والزملاء، أتحدث نشرته بأمس وجاءتني عليه تعليقات كثيرة من الزملاء ما بين مؤيد وما بين معترض، وأنا يهمني أساسا المعترض. أنا وعدتكم وأنا عندي وعدي إنه يبقى المسائل كلها قائمة على الحوار بيني وبينكم، ومن أجل هذا أتحدث إليكم هذا الحديث الذي أريد أن أوضحه، أن هذا ليس قرار من رجاء عطية لأنني لا أملك القرار، أنتم لكم طلب وتحديدا من وزير العدل، فأنا كان إيضاحي قاصر على أنه لن يلقى أو لن تلقى هذه الطلبات قبولا من وزير العدل للأسباب اللي أنا عرضتها واللي هي لم ترق لكم، وكل واحد يعني حط وجهة نظر. أنا برضو عاوز يعني أوضحها لحضراتكم، هوش قرار رغم اتنين أنه قراءة جيدة للمشهد. أنا اللي قلت الآتي عشان برضو نراجعه سوا، قلت إنه تعليق العمل الكلي بالمحاكم، العمل القضائي يعني، هذا أولا الدولة ما لجأتش إليه، عشان بقى تبقى المسألة واضحة، الدولة لم تعلق العمل القضائي كله. أما مطالبتي بأن أنا أعلق العمل القضائي كله فهي تصطدم بأنه في حالات عاجلة لابد وأن تعرض على القضاء. المتهم المحبوس اللي هو بيعارض في أمر حبسه لابد أن تمكنه من أن يعرض على القضاء، وإلا تكون قد أخليت بحقه في الدفاع. مش أنا اللي بقول كده، أنا بقول لكم اللي هيقول وزير العدل، مش أنا اللي بقوله بس، لا، هذا ما سوف يقوله وزير العدل. وهناك أيضا حالات تجديد وحالات عاجلة يجب عرضها على القضاء وإلا تسقط مواعيدها. وبالتالي قراءاتي للمشهد أن السيد وزير العدل لن يستجيب لهذا الطلب. متوقع أنه سوف يصادف رفضا. ليه؟ لأنه هي النظرية برمتها القائمة في توجه الدولة فيما يتصل بالقضية ما هيش زي الذي حدث في 2011. الذي حدث في 2011 كان تخريب في كل مجال، أغلقت المحاكم إغلاقا تاما. الصورة اللي موجودة النهاردة مش كده، الصورة إجراءات وقائية لمقاومة انتشار فيروس. ابتدت الدولة إزاءها أن تكتفي بتعليق جلسات المحاكم تعليقا جزئيا لتغطية الحالات العاجلة، سواء للمواعيد التي يمكن أن تفوت أو لصالح المتهم المحبوس احتياطيا. أما فيما يتعلق بالشق الثاني فبرضو تعليق العمل الإداري تعليقا تاما، أولا لم تشأه الدولة. ليه؟ لأنها معتنقة نظرا مؤداه، إنها عاوزة تيسر لمن يرغب في إيداع إعلان أو يرغب في إعلان أو إيداع صحيفة أنه يبقى متاح له أنه يعمل كده خلاص. وبالتالي سوف يرد عليه لما أقول له علق العمل الإداري كله، هيقول لي يا أستاذ يا نقيب المحامين، أنت دارس قانون ودارس محاكم وعارف أنا سبب أن أنا لا أعلق. ده اللي هيقوله وزير العدل مش أنا. لا أعلق عمل الإداري تعليقا تاما، أن أنا بوسع لجميع الأطراف محامين وغير محامين اللي له طلبات أو إيداعات أو إعلانات أو إنذارات يستطيع أن يؤديها. اللي بيطالب بقى بأن أنا أوقف، وأنا أنا أملك أن أوقف أولا يعني، أو وقف العمل الإداري برمته، هو عاوز يخلق، هو اللي عاوز يخلق دولة فيما طرحته لم تلجأ إلى هذا وعلقت العمل الإداري تعليقا جزئيا. لا، ولا تعليقا جزئيا، سمحت باستمرار الإيه العمل الإداري لتيسر على صاحب الإنذار ينزل. إلغي العمل الإداري، وأنا تقول لي بقى دي قوة قارم، هيقول لي متأسف يا أستاذ وده كلام ما يمشيش. الحاجة الثالثة اللي أردت أن أوضحها لكم، مواعيد ديت اللي مطلوب إنها يعني تمد، يعني مواعيد أولا خاصة بحقوق متقابلة، يعني مد للمدعي يعني أضر بالمدعي عليها، مش أنا برضو الذي سوف يقال لي من وزير العدل وهو رجل قضاء، وأمد معاد الاستئناف هذا المد في معاد الاستئناف إضرارا بالمستأنف ضدهم، أمد في معاد الطعن بالنار،
هذا المد برضه يضر بالمطعون ضده، سواء كان نيابة أو كان مدعين بالحق المدني أو كان متهمين، لأنه هو مباح للمدعي بالحق المدني أن يطعن بالنار، مش كده ولا إيه؟ فهذه رؤية لا أكثر ولا أقل. وأنا عشان كده أنا بتحاور معكم الذين يعني لي حكم عن القوى القاهرة، وأنا مش عارف القوى القاهرة. من عارف القوى القاهرة؟ الذي كان عام 2011 كان قوة قاهرة. ليه؟ لأنه الذي حدث تحت مسمى بقى سموها ما شئتم، ثورة، انتفاضة، حركة، إنما تعطلت البلاد برمتها وضربت الجنازير حول المحاكم وأحرقت دور محاكم، زي ما حدث في مجمع الجلاء، وزي ما حدث في شبرا الخيمة، وحوصرت المحكمة الدستورية العليا. يعني كان هناك هجوم مباشر وكان هناك تدمير في شتى المجالات في البلد. فدي كانت حالة قوة قهرة بغير جدال، ومش الحكومة اللي عاملاها. أنا ذاك وجدت أن الحل الوحيد أن تتعامل مع هذه الثورة التعامل مع قوة قهرة، وهذا كان صحيحا. إنما الصورة اللي بتواجهنا النهاردة ما هياش كده. الصورة اللي بتواجهنا إن فيه حذر من فيروس وانتشاره استلزم إجراءات احتياطية. هذه الإجراءات الاحتياطية حطها الدولة، مش راجعة اللي حطتها. هذه الإجراءات الاحتياطية ارتأت الدولة أن تقررها بمقدار حتى لا تصادر. الحياة مصادرة تامة، هي تتخذ احتياطات نعم، ولكنها لا تصادر الحياة مصادرة تامة، بدليل أنها لن تعلق عمل المحاكم تعليقا تاما للحالات اللي أنا قلتها، ولم تعلق العمل الإداري بالمحاكم برضه لتيسير من يشاء الطعن بالاستئناف بالنقض إنذار إلى آخره أن يفعل ما يريد. ثلاثة، الدولة لا تستطيع إذا إنه ما فيش قوة قاهرة إنها تمد مواعيد إضرارا بالمدعى عليهم والمستأنف ضدهم والمطعون ضدهم. برضه ده مش قرار رجائي عطية، أنا بقرا لكم الردود التي سوف أتلقاها إذا أنا طرحت هذا على وزير العدل. لو أنا يعني الكلام ده مش عاجبكم اطرحوا اللي أنتوا عاوزينه، بس أنا عاوز أقول لكم في الأول وفي الآخر. طبعا أنا بقول الكلام ده علشان أنا ألزمت نفسي وسأكون عند التزام بأن يكون كل شيء بيني وبينكم قائم على الحوار مهما اختلفنا. الحوار لا يفسد للود قضية. يمكن أنا يعني صاحب خبرة عنكم، بس أنا مش عاوز أتسند إلى هذا. أنا عاوز أقول حجتي إيه، عاوز أقول ذريعتي إيه، عاوز أقول منطقي إيه، وأسمع. علشان أنا لو في حاجة هتتقال لي تقنعني بغير اللي أنا مقتنع بيه، والله 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 هاخد بيها. في حاجة يعني بدي أهمس بها، مش للجميع إنما للبعض، يعني عشان في البعض بيتساند أو بيظن أن معنى الرد يعني يبيح الخروج على أدب الحوار وأدب الاختلاف. يعني أنا امبارح في زميلة، شوف أنا بقول زميلة رغم إنها من دور بناتي يعني أو ربما أحفادي، يعني دخلت فيها شمال يعني وقالت تعبير اعتراضها على حاجة، والحاجة دي لا يعترض عليها. أنا منزل بيت شعر للإمام الشافعي: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. هو أنا الصفحة بتاعتي دي يعني أبا جزما تبقى كلها في المحاماة؟ دي صفحة موجودة من قبل ما أبقى نقيب محامين. الصفحة دي لها فولورز، متابعين، وصلوا النهاردة ل 107,000. يعني هم لديهم الرغبة في أن يقرأوا ما يكتبه رجاء عطية في الأدب وفي القصة وفي المقال وفي الكتاب وفي القانون وفي كل حاجة. إيه بقى اللي زعل الزميلة قوي؟ إن أنا يعني نزلت بيت الشعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. وتقول لي بقى ما تشوف اللي يعني بطريقه، يعني انا برضو ما حبيتش يعني استدرج او اسمح لنفسي. شكرا على ذوقك، وانا كذا وشرحت لها ببساطه خالص يعني. فعاوز اقول انه احنا نتحاور بس لا ننسى ادب الحوار، وانا متمسك من ناحيتي بادب الحوار معكم، واملي أن تلتزموا أيضا، لمن لا يلتزم، أنا لا أخاطب الجميع، بأدب الحوار معي، مش لكوني نقيب محامي، لا، لكوني زميلكم. والزمالة تقتضي أن يكون بيننا أدب الاختلاف
وأدب الحوار. لعل اللي أنا قلته ده يوضح لحضراتكم الصورة ويوضح لكم أن أنا لست صاحب قرار في هذا، القرار هو للدولة، وأن كل ما فعلته أو صنعته أن أنا بسطت لكم رؤيتي لما تراه الدولة، ولأنه يعني فيه جزء من المنطق أو هو فيه كل المنطق. قل ما شئت ولا يتطابق مع ظروف 2011، وبالتالي لا يمثل قوة قهر. الذي يتصور أنه قوة قهر هو اللي عايز يخلق القوة القهرة ثم يتسرد إليه، عاوز يعلق العمل القضائي برمته، وعاوز يعلق العمل الإداري برمته ليتساند إلى هذا التعليق التام للقول بأنها قوة قهر. الدولة مش عبيطة، الدولة شايفة إنها ما تعملش كده، شايف الدولة شايفة إنها تسيب مقدار من السلطة القضائية يباشر للحالات العاجلة، وشايفة إنها لا تعلق العمل الإداري لتمكين إن عاوز يطعن يطعن، واللي عاوز يقرر يقرر، واللي عاوز ينزل ينزل، واللي عاوز يودع يودع. في حتة كمان يعني صح ان انا اقولها، احنا كلنا اصحاب قانون، وكلنا اصحاب عمل مهني، وكلنا بنرغب في ان احنا نشتغل يعني. فانا تعجبت ان في زميل باعت من الحجج اللي بيقولها، بيقول لي احنا بنفتح مكاتبنا الساعة 7 مساء. طب ما تخلي الساعة 7 مساء دي الساعة 10 صباحا. يعني ما أبسط رد يعني. فأنا مش عاوز أتدخل في هذا، عاوز أقول وفي الأول وفي الآخر أنا لست صاحب قرار، أنا قلت رؤيتي، وبرحب بكل حوار. كل ما أرجوه أن نتبادل سويا أدب الحوار وأدب الاختلاف، مع أطيب تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.